ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. خير؟ زوجتي جاها الطلق. وإذا جاها الطلق شو بتسوي لها؟ بتولدها؟ بوديها المستشفى. أنا عارف هالحجايج، بس عشان التسيب عن العمل أقول لك زوجتي بتولد. مرأتك ما بتتعطل، اتصل لأخوك يوديها. أخوي مسافر. اتصل لأخوها يوديها. ما عندها أخو. اتصل لأبوها. أبوها ميت. أبوك راح العمرة. اتصل لسيارة الإسعاف وهو بيوديها. مساء الخير يا ابو زكريا. ما تمنيتها لك يا ولدي. من هي؟ التعب والشقة، وتعبتك وياي واجد. هذا مو تعب وشقة، مثل ما انتم شلتوني وحطيتوني أنا بعد أشيلكم وأحطكم، وهذا واجبي يا أبوي. أتمنى أموت ولا تعبك وياي. وش ذا الكلام؟ أنت بركة البيت، الله يطول في عمرك. لو أنا بركة كان الله استجاب دعائي وحصلت لك وظيفة ثابتة. إذا على التثبيت، ناس واجب ما ثبتوهم، إذا مديرنا للحين ما ثبتوه. أنا كل ما أتذكر
انك شاطر في المدرسه ويطلع حظك كذي كالضايق. ابوي الجد والاجتهاد ميزه، لكن التوفيق والنجاح نعمه كبيره من عند الله. توفيق في خدمتك، والنجاح الحصول على رضا الله برضاك يا ابوي. انت دع علي يا ولدي ان انا اموت عشان انت ترتاح. لا والله ما اقول، حاشاي ادعي عليك يا ابوي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الله وصانا ان احنا نعتني فيكم، وهذه حزتها في كبركم مثل ما اعتنيتون فينا واحنا في صغرنا، وحذرنا من التذمر على النعمة، وحاشاي يرفض النعمة اللي الله عطاني اياها. الله يطول في عمرك يا ابوي. اكيد ريم خطيبتك متصله. انت الحين كمل غداك وانا بكلمها بعدين. رد عليها، لا تزعل عليك. لا ما تزعل. تزعل؟ ترى المخطوبه تحب خطيبها يدللها. بعدين ادللها، انت اول كمل غداك الحين. ترى البنت جوديه وتعرف ان انت على قد حالك، وافقت عليك. اكو سكرته ويخدم المجتمع، كان بالعكس. احيانا لا، المجتمع يتحمل المسؤوليه، لان المجتمع ما يعطي الحريه مثلا للافراد ان يعبرون عن ارائهم عن قناعتهم مثلا. ليش يخاف اذا طارح موضوع معقول وموضوع حلو للمناقشه؟ ما منه اي خوف يعني. لكن انت ما أنا لا أبي هالوردة ولا شيء. والله كنت مشغول. مشغول؟ ممكن أعرف شنو اللي شاغلنك لدرجة إن حتى تليفونك صامت؟ أعتقد تعرفين ظرف مرض أبوي. إيه بس هاي سالفتنا كل مرة تتحجج لي بهالحجة. ها ما حصلت لك حجة غيرها. هذه الصراحة يا ريمي. أوف، وبس كل مرة جلي وآخ وآخ وظهري. تمللنا، هي مين سالفة؟ هلا متى كذي؟ والله يألمني. اسمع بقول لك، احنا من البداية متفقين قبل لا نخطب اني ما لي شغل بأبوك، سمعتني؟ ولا بمرضة. انا ما قلت له الشغل فيه. اني اعرف هالحركات، ترى هالحركات مو علية. اي حركات؟ اني ادري انت تسوي روحك ظهرك يعورك علشان بس بعدين يعورني بفادي واقوم اساعدك في مرض ابوك. لا يا ابوي اني ما لي شغل. لا مو صحيح. لا مبله صح، وايش بعد اللي مو صحيح؟ يقولون نجاة ولدت، على الاقل نجاة عندها عذر في الغياب. انت الظاهر نايم وما تدري عن شيء. نجاة 9 شهور هي تستلم الراتب مخصوم منه، لان الديناصور ما يعتمد تقارير الدكتور. ما يرحم. بعدين يبيني. لا تتضايق، تكبر وتنسى. ما اقول الا الله يجيرنا من شر الجن والانس. يعني الديناصور جني ولكل موظف زمرة. اقول حط القطنة في عدونك عشان يخفف من صراخ الديناصور. نشوفه شبي. أول شيل القطن اللي في أداينك. شوف أمبيك تعرف حدودك عدل. أنت تشتغل هني موظف عندي وأنا مديرك، فهمت؟ ثانياً ليش تب الإجازة؟ الخميس عندك نص دوام ويوم الجمعة إجازة، بعد ليش تب الإجازة؟ روح اشتغل، بفكر في الموضوع برد عليك. Thank you.
حط لي هذا التقرير في الكمبيوتر. تعبان مثل كل يوم، صاير مرهق. خف على روحك شوي، نظم وقتك ويا خطيبتك، ولازم تسهر وياها. تزعل وتعتبر هذا اهمالي لها. خطيبتك انانية. لا تقول كذي، انت ما تعرفها. عجل، ليش مشترط عليك ان ما لها دخل بابوك؟ ابوي مسؤوليتي انا، وثانيا انا مو ماخبت الناس شغالة. شنو شغالة ما شغالة؟ اذا كانت تحبك بتوقف وياك. صح، مو مسؤوليتها، بس تقديرا اليك. بسكم، لا تاخذون دور الشيطان وبكبره يوسوس لي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول مرة اشوف واحد يشاخر جميع حروفه بجد هوز. بس ويش اقول، حتى لغة الشخير يبي يحرفها. انا الحين لو قاعدة بيخصم علي شهر كامل. انا تراجع احسن لي. وش فيك؟ هلو، وش فيك؟ شف داخل فيلم رعب. بشرك الله بالخير. ها، ايش عندك؟ عندي مشكلة طال عمرك. وشايف اني مرشد اجتماعي يعني؟ قول شنو مشكلتك؟ انا طال عمرك شغلي يتطلب مني طول اليوم في الشمس، ومثل ما تعرف الشمس حارة. لا، وانت شايف اني عندي ريموت كنترول اقدر اخفف حرارة الشمس يعني؟ لا، انا اقول لو تسمح لي بفترة الصيف اشتغل من 7 الصبح إلى 10. ايه، وبعد؟ وأكمل بقية الساعات من 4 العصر إلى 10 الليل. لا، شكلك مو جاي تشتغل نفس الناس، وبعد قاعد تحدد لي ساعات عملك؟ لا والله طال عمرك، حتى الإغماء يغمى علي من التعب. لا صدقتك. يلا روح اشتغل، روح اشتغل، لا أخصم منك 2 أسبوع. يلا برا. بابا، تعرف تجاوب هالسؤال؟ ها؟ أي سؤال؟ وين أمك راحت؟ 7 في 7 كم؟ دقيقة يا ولدي، بشوف منه عند الباب. توني جاي، ما في أحد. والله بلوى، هذا الولد مصر أني علمه. بابا علمني، بكرة علي امتحان. معمار، معمار تعالي راجعي ويا هالولد. ولد شمعاند ومو راضي راجع. أبوي، 7 في 7 كم؟ ها، شوف شلون يعاند. إنزين، هو بس سأل. لا، هذا مو سؤال، هذا عناد. تعال تعال ولدي، أنا براجع إياك. شوف زكريا، أنت لازم توقف عن العمل في الشمس. قلت إلى المدير بس ما رضى. أشعة الشمس في الصيف جدا خطيرة. دكتور، أنا أبوي من عندك تقرير عشان أعطيه المدير. خلال 2 يوم بيكون التقرير جاهز. بالنسبة إلي ظهرك، متى حسيت فيه؟ في شيء سبب لك الألم؟ دكتور، أبوي مقعد وأنا اللي أخدمه. يعني بسبب الثقل أنت ترفع بروحك؟ لازم يكون طاهر، وخصوصا في أوقات الصلاة. المهم، أنا بكتب لك دواء وروح أخدم من الصيدلية، واستخدمه بانتظام. بس ضروري لا تحمل أبوك بروحك. ليش الشغل متراكم؟ هذا شغل نجاة، وهي الحين والدة. وليش ما حد استلم شغلها؟ لأنك ما كلفت أحد يشتغل محلها. ولازم أنا؟
المدير. ومن قال انها مهمة المدير؟ نفس اللي قال، من مهام المدير الزف والصراخ وخصم الراتب ومنع الاجازات. انت تتحداني؟ انا مديرك، ترى اخصم من راتبك. عجل باخر شهر اجازة، اذا غبت يوم واحد بفصلك من العمل. الرزق على الله. اشتغل عدل، واذا عاجبنك زين، مو عاجبنك الباب يوسع جمل. ساكت عني بعد. واخيرا رديت. مشغول واجد واجد. وش اللي شاغل انك؟ رجعت من الشغل الساعة 5، غديت ابوي وسبحته. اي هاي اسطوانتك اليوم؟ اخذت للدكتور. لا هاي بعد اسطوانة جديدة اشوف. رجعت من الدكتور الساعة 9:30، عشيت ابوي وعطيته ادويته ونام. اي وقصيت عليه قصة ما قبل النوم طبعا. اي الله يسامحش، انا من خلص من ابوي سير قمت انظف البيت. انزين واني واني من جدول مواعيدك؟ طرشت ايش رسالة انا اليوم من الظهر ان انا اليوم ما اقدر اجي. واجباتك تجاه ابوك مو اهم مني. لا بابا لازم تجليه. الساعة 10 الحين، بعدي ما اخلص. مو تقول لي 10، لو جعلها بعد 7 الصبح تحد له في ايدك وتجليه. مو مشكلة، نص ساعة وانا عندش. الولد راح المدرسة؟ ايه توه طالع الحين. تمام عجل. شوفي هذه الرسالة من وين ومن اي فرع جاية؟ Dear Imran, the insurance policy for the firm has been updated successfully in the system of general director of... عادي عادي ما في شيء، هذا موضوع عادي. ايه ادري انا ترجمتها بالجوجل بس ما فهمتها وش معناتها. شركة تأمين عادية مترسلين لك رسالة، يعني ما في شيء مهم. المهم عندي ملف مال الشركة مباشر تخلصينه ضروري معمه. انت لو مطوعني ورايح دارس مو احسن لك؟ بالاهرار بالاهرار، بس ايش من هالاسطوانة المتكررة. ادري بتقولي روح كمل دراساتك علشان الشهادة، هذه عارف انها، بس خلاص لعلمش انا شهادتي كفاءة موظفيني. يلا باي. وش اقول بعد، هذا اذا صاب الركب السيكل عمران بيكمل دراسته. اهلا بالمدير العام. تثبيت ان شاء الله ان شاء الله، اجهز الاسماء ان شاء الله واطرشهم اليك. مع السلامه. جا اليوم اللي بيثبتونك فيه يا عمران، استانس ارتاح. دكتور شفيه زكريا؟ للأسف من الإرهاق اتعب شوي ودخل في غيبوبة. يعني حالته خطيرة؟ عنده مشكلة في النخاع الشوكي. والحين وينه؟ في العناية المركزة عن إذنكم. لا تقول أبوك، أني بعد لي حق زواج يا مدام، مو بس حب ورومانسية. انت منو؟
ولا طلعة ولا جية. وش قاعد تقول أنت؟ ترى الزواج مسؤولية مشتركة على الحلوة والمرة. عجل وين زكريا؟ زكريا مرقد، وانتين السبب. أقول لك أنت من؟ أنا صديق زكريا، مع السلامة. زكريا، انت جيت يا ولدي؟ اني ريم جاي اساعدك عمي. وزكريا؟ زكريا مشغول، بيتاخر شوي في الشغل. خير. عطاني الدكتور هذا الظرف وفيه التقرير عن حالة زكريا. التقارير الطبية ما جيبها الطريقة، لازم نستلمها عن طريق البريد. قال الدكتور هذا الكلام بس هذه الحالة طارئة. اي ما على، بس انا ما استلم التقرير الا بشكل رسمي. بس تقدر تطلع عليه حتى لو ما اعتمدته. وانت جاي يعني واسطة لزكريا؟ روح روح، لا انقلك الى موقع ثاني. يلا يلا. المدير معاند ورافض التقرير. أنا العلي سويته، كتبت لي 3 تقارير وآخر تقرير طرشته في البريد المسجل. للأسف اعتبره غايب بدون عذر. بما أن زكريا تحسن وضعه الصحي، هذا في حد ذاته مؤشر خير. خلاص رخصة؟ لا، يحتاج شوية راحة. شلونك أسامة؟ هلا راشد. التثبيت نزل وبشركم بكل خير. ما شاء الله تغيرت وظيفتك. أسامة، غرفة المدير مكانها. مكانها. أهلا، تفضل. هلا راشد، صاير كشخة. تفضل تفضل، استريح. هلا عمران، أحب أخبرك بالتعيين الجديد. عندك علم؟ طبعا طبعا. الشركة اعتمدت على الشهادة. وشنو الترقية اللي رقوني إليها؟ تغيير وظيفتك. أنا أتكلم عن الترقية. أنا قلت لك إن الشركة اعتمدت على الشهادة. شلون يعني؟ والخبرة؟ الحين خريجين الجامعة في كل مكان، والدارس أولى من المدارس. وش يعني؟ يعني تثبيتك جعله موظف عادي مثل ما كنت. والمدير؟ المدير زكريا. شنو؟ ما اسمع. زكريا خريج جامعة وبتقدير ممتاز. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر
ترسم لك صور بصنا في البشر. هاي الدنيا ألوان إذا يروي الدهر حكايات السماء تلاقي بكل سطر. هاي الدنيا ألوان جمال القصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار. هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر. هاي الدنيا ألوان.